توقعات الأربعاء الموافق 5 أبريل 5 نيسان 5/4/2023. هيكون يوم الأربعاء يوم مناسب لكل شغلك وكل تعليمك وكل الصفقات اللي بتقوم بيها. هيكون يوم واضح جدا ليك في اتصال هيبقى ممتع جدا مع شخص انت بتحبه، هيفيدك بشكل كبير جدا جدا حتى في شغلك. هيكون عندك النهاردة يوم رائع جدا ومختلف جدا مع أشخاص حواليك مفيدين ليك من صفات مختلفة. حتى لو كان عندك طفل في اليوم ده هيكون عندك التزام، هيبقى متعلق بحياته الشخصية أكتر، في نشاط بيقوم بيه النهاردة هتهتم بيه أكتر. هتتجنب كل الحيل وكل أنواع التلاعب اللي عندك لأن اليوم يعتبر مهم ومثمر بنسبة كبيرة جدا، ومش هتلبي غير تجاربك في اليوم ده اللي هتبقى فيها توقعات واضحة. لكن ده مش بيعني انك لازم تغضب او تزعل من شخص معين، بنسبة كبيرة جدا هيبقى عندك احداث واضحة هتعرف تغير بيها طريقة تفكيرك ورأيك في كل الاشخاص اللي حواليك بنسبة كبيرة جدا. يومك مناسب جدا لو حبيت تسافر، لو حبيت تتواصل مع اشخاص حواليك النهاردة من مسافات مختلفة، مش شرط يبقوا قريبين منك، ممكن يكونوا في بلد تانية خالص هتبقى حابب تتواصل معاهم وما التقيتوش من قبل كده، هتعقدوا اجتماع بشكل حقيقي جدا والفترة طويلة جدا هتمتد بعد كده العلاقة ان شاء الله. هتتطلب منك كل الاحداث اللي فاتت انك تركز فيها بشكل كويس وتراجعها وتدخل بداخلها بشكل مركز اكتر على كل حياه الاشخاص اللي حواليك اللي بتبقى في الايام الروحيه اللي عندك اللي انت بتشعر بيها في الفتره دي. لازم تقضي وقت حلو مع كل الاشخاص اللي حواليك النهارده. لو حبيتوا تتكلموا مع نفسكم اكتر هيبقى اليوم مناسب عشان تعملوا كده بشكل مثالي، هتتقدموا اكتر ومش هتكون احلامكم عشوائية في اليوم ده، بالعكس هتبقى احلام مدروسة اكتر. لكن لازم تفك رموزها اللي ممكن تبقى صعبة في بعض الاحيان، وبالتالي هيبقى مش بتفهموا حاجات بسيطة قدامكم، لكن هيبقى عندكم قوة ومعنى واضح للاحلام اللي انتوا بتحلموها. في اخبار حلوة جدا هتجيلك في اليوم ده وهتكون حتى من مسافات مختلفة، ممكن ما تبقاش من نفس المكان اللي انت فيه، ممكن تجيلك من بلد تانية او مكان تاني. هتتفاجئ النهاردة لانك دايما عارف تستقبل كل الاخبار العاطفية بشكل حلو وهتستثمر فيها بتأثير واضح جدا عليك في الايام اللي جاية. كل الاشخاص اللي حواليك هيحاولوا يستعيدوا علاقة الحب المكسورة اللي عندهم وهيتأذوا منها شوية لأنهم هيسمعوا كلمات صريحة جدا من شريكهم القديم. عشان كده بفضل ان اليوم ده تخليه للإجراءات المتعلقة بانك تسوي خلاف او تسوي شراكة او علاقات تعاقدية اكتر في اليوم ده لانه مثالي عشان تعمل كده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.